أذكر. وشكرا لزملائنا في توميديا تونس ميديا. جيهان شنة صرحت بحسب توميديا تمت مداهمة منزل شقيقة جوهر شنة وإيقافها هي وزوجها وائل نوار. هذا كذلك خلينا آخر الأخبار الأخرى بالله نأكدوا ومشكورة توميديا. كذلك يقول لك عضو مجموعة قاوم اليسارية وائل نوار يؤكد إيقاف الناشط المدني لؤي الخماسي منذ قليل من منزله واقتياده لجهة غير معلومة. وبحسب ما يؤكدوا فريق الإعداد في حصاد 24 قرابة 30 ناشطا اللي شاركوا البارح في مسيرة دعما للفلسطينيين وغزة ولبنان في الذكرى الأولى لطوفان الأقصى هم تم إيقافهم. ونرجو تكذيب أو تدقيق هذا الخبر من النيابة العمومية. إذا كان جاهز بالله تحذير السيد شقيق الرئيس في إذاعة وطنية يحكي ويهدد ويرد بال ويقول من التشكيك إذا كان جاهز بالله يترى هذا ولا لا خطر خلنا سمعه ترى عطيني ترى. أنا أكدت على مسألة هو أنه مرة أخرى التشكيك في الانتخابات وفي النتائج متاع الانتخابات بعد استيفاء الطعون القانوني و نعم. مواصلة التشكيك فيها يعني يطرح أكثر من سؤال. هنا تولي المسألة قد ومنش هذا تولي تمس أمن دولة كامل وأمن شعب كامل. حلو 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 بكل بساطة كافي كافي لإنسان جاي من منظومة كافي. أستاذ نصر الدين التشكيك فيه تو احنا بإقرار وكان حاضر معنا قبل يوم يومين احنا اليوم الثلاث نهار لحد في يوم الانتخابات السيد مدير التنفيذي لمركز شهد لمراقبة الانتخابات والتحولات الديمقراطية وكذلك صدرت وحبرت عتيد حكوا على ضعف الرقابة. احنا في المباشر اللي هنا يطلبون من تونس من خارج تونس من خصوصا من سويسرا لوزان وفرنسا ثم مكاتب فتحت يقول كرمشة النخب لكن لا يوجد لا مراقبون ولا ملاحظون. هو سيد إبراهيم قال ربي أريني كيف تحيي الموت قال لم تؤمن قال لا ولكن ليطمئن قلبي. يعني هنا التشكيك في الذات اللي هيك يتفضل لهنا سي نوفل شقيق الرئيس قلنا ظاهرة جديدة هاو يحذر من التشكيك لكن كلمة سيد نصر الدين أي هو 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 قيس سعيد مش حب يعمل هو حب يعمل يدم يعمل دمقراطية لنفسه محطة هذه حب يستغلها بشي يضفي شيء من الديمقراطية على الانقلاب نتاعه فاستعمل الدكتاتوري. السيد هذا وقت يحكي على هو أصل خروج نوفل خروجه خروج عاتكة هذا قبل في العشرية لو كان يخرج ولد أخت الرئيس توقع عليه كارثة والناس تقلب والإعلام يتحدث دخل فيها وصرى بيشترجع الترابلسية بيشترجع وكذا خرج الراجل يتحدث كيف يحب ويهدد الشعب كيف يحب. كيفاش تتحدث أنت على مسار اللي أبو عسكر قاعد يحكي يقول لك روى أردوا بيكم تشكوا في المسار أردوا بيكم تشكوا فيها أني مدلس لا أنا نشك بل ما نشك فيك مدلس نشك فيك مقلب أنك قلبت على نبيل حتى بعد جور تدليس نشك فيك أنك أجرمت في حق التجربة كاملة وشاركت في عصابة أسقطت الثورة وأسقطت الانتقال الديمقراطي. أنت لما تقول لي من رأسك لساسك مزور أنت لما تقول لي هاي النتائج اللمسات الأخيرة بتاع أصبوع بالفاروق بوعسكر هاي أقبلوها وردوا بيكم تشكوا فيها علاش هي الصيرورة الديمقراطية الانتخابية هي اللمسة الأخيرة ما هي صيرورة كاملة هي نعم اللعبة التجربة الديمقراطية كيفاش تبدأ بمترشح متنافس هو اللي أثث اللعبة كل أخي يقبل عقل هذه يجي المتنافس هذا إلى رئيس هيئة انتخابات مستقل مشهود لها على المستوى الدولي هيئة دستورية هيئة دستورية مشهود لها على المستوى الدولي بشراكة وطنية المجموعة الوطنية تشارك تخرجها وأثبت وبصمت كل المجموعات على مصداقية الهيئة دي ولم تشكك في نتائجها كل العائلات الفكرية
الساحر المتصارع، جيت أنت الرجل هذا هزيته ونحيته وحطيت النايب متاعه. سؤال، أنت علاش نحيته وهو كل الناس متفق عليه والشروط الثمرة الانتخابية اللي خرجها بمواصفات عالمية؟ إذن أنت كنت من الأول ناوي على الشر. زيد، أنت كيفاش زيدت وصلت خدمت خدمة أكثر من اللي كان يخدم فيها الحزب الأحزاب الشيوعية في السبعينات والستينات، واللي كان يخدم فيها الحزب الاشتراكي الدستوري اللي عنده حزب واحد، اللي ثم حزب واحد يخدم المنظومة؟ أنت وش عمل؟ أنت لا، أنت على الأقل في الحزب الاشتراكي الدستوري قبل حتى في التجمع ما يقدرش يجيك زوز ملين ثلاثة ملين كلهم يخلصهم، وش يعمل؟ هو ذا يعطيه امتيازات، ذاك يدخل ليه بنته كذا، الاخر يعدي ليه، الاخر يطلع ليه بنته لكلية الطب، يعني يتصرف شوي. انت اليوم تخدم بماكينة، عملت ماكينة حزبية وما عطيتهاش لافتة حزبية، وتخدم بماكينة كلهم يخلصوا، كلهم موظفين قبل الانتخابات بشوي، لاني شق من الماكينة بتاعك اللي هي الجمعيات الأهلية مترنحة شوي، والبنوك تعثرت وتقلقت شوي وما سرعتش حباتك لعل تتراجع في القرارات الكارثية تعمل فيها. تقصد الشركات الأهلية؟ الشركات الأهلية، نعم الشركات الأهلية. البنوك لعل تتراجع، بقيت تستنى لأني كارثة هذه، لأن السيد هذا مش فاهم حد شيء، قال بنوك إجوا 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 مول افكار نتاعه، هو افكار معناها هو لمي ما عندهاش، ما تصلحش، ما تقدرش تنزل الارض. الشركات فيها من ناس مختصين بقوا يتردوا شويه ويعملوا في بيروقراطيه وكذا وكذا وكذا، نزل هو بثقله وقبل الانتخابات شويه اعطاه 800 دينار. هذه حق شنو؟ حق باش تخدم الحملات الانتخابيه انت بتخدم بلاش؟ وبعد تتحدث على النواب اللي جابوا مو بطبع، وعلى الغرفه الاولى والغرفه الثانيه هم سيدي يخدموني، وبعد تحدث على الناس اللي يعين فيها، اللي الناس ما عندهاش حتى طموح. ثم ناس يقول لك أخي كيفاش واحد يجي والي ولا يجي وزير وبعد يبقى يخدم مع قايد سعيد؟ أي ما يلزمك تفهم الناس هذه كان جوالي هذا هو عمل تيتر، نعم ما كانش يحلم باش يكون في مجلس بلدي عضو هامي شيء في مجلس بلدي، فجأة يلقى روحه وزير ولا يلقى روحه والي. إذا الناس هذه كل شوفوا يا جماعة اللي تحطوا على ما ثمش تزوير، يقول لك ما ثمش تزوير، خير تحكي لها على اللمسة الأخيرة. جماعة راهو الراجل هذا خدم بماكينة كاملة، أول مرة في التاريخ حزب كامل يخلص على الدولة، وحزب كامل مفتوح عليه مؤسسات الدولة. نحن شفنا وش قال على الشركات الأهلية، قال يلزم تتفتح قدام كل المؤسسات، أي مؤسسة قال مجزية مجزية، نعم قال اعطوهم منح مجزيه، هو التونسي عمره ما سمع بها كلمه، قال منح مجزيه ايوه، افتح لهم واعطى اشارات انه باش يعاقب كل من يعطل تمشي اي حاجه يطلبوها وفروها. اذا انت عندك ترسان نتاع غرفتين نتاع شركه اهليه، وانت يا جماعه يا توانسه راهو قبل التعيينات تم وفق ضوابط معينه، تصعيد من الادارات، الاحزاب تتصارع، هذاك لا هذاك تابع هذاك منك نحيه، هذاك قريب ليك هذاك شفته يصلي وكذا. اليوم راهو التعيينات من الادارات الصغرى، المدراء الادارات الصغرى الى قرطاج الى القصبه، وكل عين فيها هو. لكن هاو نحاهم التنسيقيات اللي كانوا في الولايات، نحاهم قبل شهر وشهرين مع الحكومه الجديده، كان عنده تنسيقيات واضحين معتمدين الولايات، نحاهم. اي يخدموا لي هذاك شنو يخدم؟ انا قلنا يا سي، قلنا راه انت بالله تو سمح لي عم تفرغ الانتخابات، عم تقصد؟ تو انت جيت انسان بطال، انت جيت انسان بطال، ولا انسان ما عندوش حد شيء مسكين، ولا انسان يحب يمارس السياسه، نعم يحب يمارس السياسه وما قدرش يمارسها، ولا ما عندوش فكره سياسيه وكذا. حطوا الراجل في المقدمه، حطوا وزير وحطوا والي، بعد كي نحيه تحبوا يرجع يعرفك؟ مو باش يبقى سامعه. نعم وفرغ، هو فرغ الناس اللي فهمت الدولة كل يا جماعة، فرغ الناس اللي فهمت الدولة كل، ما وحطها ما يبادل هو بأنصاره، عنده برشا أنصار وناس برشا طامعة يخرجوا داخل. أخي قديش مش نفرغ دموعي أنا أخي، أنا عندي لكم مليون وظيفة
يخرج ويدخل. طيب المجموعة الأخرى تتالي باش يدخل مجموعة أخرى، المجموعة هذيك حضرها للانتخابات باش تخدم الانتخابات. احنا في سيدي بوزيد أستاذ، والله تجمع راهو خرب البلاد، لكن كان حاجات باهية. أنا أعرف واحد من سيدي بوزيد، تحية لأهلنا في سيدي بوزيد وفي المزونة وفي كل البلاد، مشى تخرج من الجامعة، مشى قال لهم أنا أولادكم خدموني. إيش كان جوابه؟ قالوا له خلينا نكملوا المعارضة، أنت أولادنا تصبر علينا، أنت أولادنا تصبر علينا، خلينا نرضوا الجماعة المعارضة وتو نتلفتوا لك. على الأقل في عهد سعيد أخويا من الأول أعطوهم بايهم من الأول. سي ناصر الدين وسي أستاذ هالة،